كان واحداً من أبرز رموز الأمن السوري، لقب بالصندوق الأسود للمخابرات والحاكم الفعلي للبنان، ضيق قبضة سوريا على لبنان ورحل بشكل غامض. فما قصة وزير الداخلية السوري غازي كنعان؟ في العام 1942 ولد غازي كنعان في قرية بحمرة باللاذقية، ينتمي لعائلة علوية، التحق بالكلية الحربية وعين فور تخرجه في عام 1965 ضابطاً عسكرياً، واستلم رئاسة فرع مخابرات المنطقة الوسطى حتى العام 1982. وعند اندلاع أحداث الثمانينات أسندت لكنعان مسؤولية التحقيق مع المحتجزين بتهمة الأحداث التخريبية التي وقعت، ويقال إنه قام بإنهاء حياة عدد منهم كما قام بتعنيف الآخرين. وفي العام 1982 عين كنعان رئيساً لجهاز الأمن والاستطلاع في لبنان، وبقي في هذا المنصب حتى العام 2001. وفي لبنان ضيق كنعان قبضة سوريا على بيروت، حيث كان كنعان المخطط وراء انهيار معاهدة 17 من أيار بين العدو ولبنان في عام 1983، والتي كانت تهدف لإحلال السلام بينهما. كما كان وراء انسحاب قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في عام 1984، والإطاحة بقائد الجيش اللبناني رئيس الحكومة العسكرية ميشيل عون في العام 1990. وبعد عودة كنعان من لبنان عين مديراً للأمن السياسي في سوريا في عام 2001، ثم اختاره بشار الأسد بنفسه لشغل منصب وزير الداخلية في عام 2003. وبعد مرور عامين من تعيينه رحل كنعان بشكل غامض في مكتبه بوزارة الداخلية في العام 2005. وكانت الرواية الرسمية للنظام السوري حينها أن كنعان حضر إلى مكتبه كعادته، وبعد عدة دقائق سمع صوت طلقات، ليتضح بعدها أنها من مسدسه وأنه أنهى حياة نفسه، ليغلق الحادث بعدها. لكن تلك الرواية لم يقتنع بها البعض، حيث أن الأحداث التي سبقت رحيله كانت غريبة. فحادث رحيل رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري أثار شكوكاً في تورط السوريين، وأشعل احتجاجات أجبرت دمشق على إنهاء وجودها العسكري الذي دام 29 عاماً في لبنان. كما أنه قبل إنهاء حياته بثلاثة أسابيع تم استجوابه من قبل فريق تابع للأمم المتحدة للتحقيق في حادث رحيل الحريري. وحينها صرح رئيس النظام السوري بشار الأسد بأن أي مسؤول سوري يثبت تورطه باستهداف الحريري سيحاكم بتهمة الخيانة. جدير بالذكر أن آخر مقابلة مع كنعان كانت اتصالاً هاتفياً مع إذاعة صوت لبنان، أعرب فيها عن حزنه من المسؤولين اللبنانيين وخيبة أمله منهم، كما أشار إلى أنه ربما يكون ذلك التصريح هو الأخير له، لينشغل الوسط السياسي بعدها بالرواية السورية الرسمية التي قالت إنه أنهى حياته بنفسه، أم إن لقضية رحيل رفيق الحريري علاقة بذلك؟